أخوان السلام عليكم. اليوم غادي نتكلم حول موقع فيرفيرس. بما يتميز به هذا الموقع عن سائر المواقع التي هي متخصصة في الضغط على الدعايات، ولكن غادي نتكلم بزاف على كل جميع الخصائص وجميع المعطيات اللي خاص يكون عارفها اي مشارك باش يتمكن من ربح اكبر وفي بسرعة. فموقع فيرفيرس بالفعل هو موقع متميز جدا، وانطلق في مارس 2014 ويبلغ عدد مشاركين فيه حتى الان ما يناهز 55,000 مشارك، وهو بالفعل كموقع ثاني يأتي من بعد لنفس الشخص اللي هو جو كوك، ويأتي من بعد ماي ترافيك فالو. ماي ترافيك فالو هو موقع ناجح، وجو كوك زاد هذا الموقع وأعطاه جميع، يعني استثمر فيه أموال بالفعل وأعطاه خصائص جديدة، بحيث انه لا موقع اخر يضاهي هذا الموقع من حيث الدقة ومن حيث الانتاجية كذلك ومن حيث الربح، وهذا هو المهم. بحيث ان اي مشارك ممكن يدخل على هذه الصفحة هذه بدون ما يكون مشارك توب ارنرز ويشوف ما تربحه الناس خلال 48 ساعة الاخيرة. خلال 48 ساعة الأخيرة earnings last 48 hours، يعني أنه جو كوك هو هذا صاحب الموقع، جو كوك صاحب الموقع، وهو تربح من الكوميسيون على الناس اللي استدعاهم النهار الأول. فتنشوفوا بأنه في 48 ساعة الأخيرة ربح ما هو 1176 دولار، يعني 1,176,000 فرنك، لكن ما تنظروا تقريبا سميتو الدرهم المغربي. وهذا الاخر هنا الكندي ربح 280 زائد 670 دولار في 48 ساعة. هذا البولوني هذا 565 زائد 11، بولوني اخر امريكي 550 دولار، اعتمادا على نفسه. لا احد كمشارك لدى هذا الشخص الامريكي، يعني انه يعتمد اساسا على نفسه ولا يعتمد على مشاركين استدعاهم هو ولا كراهم كما هو الحال في يعني مواقع اخرى. فهذا الموقع لا يكتري ولا يبيع مشاركين، انه من حقك بالطبع هاد 70 ناس، فربما تتربح لكوميسيون 10% مما ينقرون 5% مما يضغطوا عليه و 10% مما يشترون من دعايات على الموقع. فهذا هو القانون ديال فيرفيرس. اذا فيرفيرس يتميز اول حاجه وهو الربح يعني الكبير لدى هاد الناس هادو، خلاف راه المواقع الاخرى تنعرفوها يمكن يربح الانسان في اقصى الظروف 2 دولارات في النهار، هذا مع المشاركين ديالو تيكريه هو ناس وشوف واش تيقرو ولا لا، يعني انه بالفعل تيكريهم، وخاصة انه يعني تيعيا الناس او لا تيضغطو واحد الفترة من بعد تيمشيو بحالهم يمشيو الصف. يعني هذا الموقع لا تحتاج فيه الى احد، وممكن تعمل الرسك، واغلب هنا الناس راه تيعملو رسوم. انا جوج الناس هنا، جوج الناس يعني كان الناس اللي تعتمدوا على اصحابه كذا استدعاهم صافي. الموقع كذلك يعمل ب باي بال، بايزا، ايجو باي، سولي تروست باي، بيرفكت موني، وستر يونيون. يعني وستر يونيون حتى اذا لم يكن لديك من هذه الابناك كلهما، فوستر يونيون يمكن توصل لك فلوس حتى المحل سون بروبليم جميع انحاء العالم تقريبا. فارجعوا فيرفيرس، وما هو فيرفيرس؟ فيرفيرس هو هذا الشعر ديالو. يعني ملي تندخلوا على الصفحة الأساسية تلقاو هاد العملية هذه، 30 سكوند تساوي
$0.005 أو وحتى $200. هاد العملية تتم، يمكن تربح 30 سكوند ديال الدعاية، إما أنه تتربح فيها 0.005 يعني نصف سنتيم، أو لا $200 حتى $200 10 20 30 ست. هذا اعتمادا على اش؟ اعتمادا على لاكوميلاسيون ديال لي بونيس بوان، يعني انه تكون عندك رصيد ديال النقط، وهذا الرصيد ديال النقط اللي هما كنسميوهم لي باك باقي و بونيس اد بوينتس. دونك هذا الرصيد ديال النقط هو اللي تتحاول ما امكن تكونه ويكون عندك كبير، لانه باش ما كبر عندك هذا الرصيد ديال النقط باش ما تجيك دعايات عندهم قيمة كبيرة وهما كتاب، يعني دعوة تربح أكثر من الناس الأخرين. فهذا الرصيد ديال النقاط كيف يتكون وكيف تتم العمليات ديال يعني تنمية الرصيد، رصيد النقاط البني. فأي مشارك، أي مشارك نهار الأول تيبدأ، وملي تيبدا غادي تيصل ليه الموقع اول ما تتم عملية بالمناسبة. هذه عملية سهلة جدا، create a new account، يعني تجي تدير user name يعني اسم المستعمل، domain، password، يعني to confirm password مرة أخرى، باسورد هنا تختار اليوم ثم الشهر ثم السنة الميلاد، ثم تعيد اختيار. هذه مهمة لأنه خصها تكون في 18 العام باش تكون عندك الحق باش تجبد فلوسك بطبيعة الحال، لأنه تحتاج العملية عند السحب. فثانيا نفس تاريخ الازدياد والشهر والسنة، يعني تي كونفيرم هنا تزيد نقطة اي كونفيرم كذا، فا اوبن اكونت يعني تفتح حساب. هنا تفتح حساب ويصبح لك حساب. طبعا الحال تتصف لك ان جيميل، تيجي عندك واحد ميساج وتنقر على داك لي ليان ديال الكونفيرماسيون وصافي السلام. تدخل على الموقع، اول ما تدخل على الموقع ماذا ستجد؟ ستجد ان الموقع وصل لك 8 ديال هاد الدعايات هادو اللي هما 8 ديال 25 بابي، 25 بونيس بوان بونيس، 25 في 8 هي 200. اش انت دير؟ تضغط على هاد العملية هادي، تنضغطو عليها، وملي تنضغطو على هاد العملية ديال بوان بونيس، اش انت كيفاش تتم هاد العملية؟ تتم كسائر كجميع الدعايات. انا غادي نضغط على دعاية هنا وغادي نرجع للصفحة ديالي من بعد، غادي نضغط على الدعاية هذه مثلا، وهذه بنفس الطريقة تتم العملية، يعني للدعاية تتم بنفس العملية. اش غادي ندير؟ غادي نلقى بانه ثلاثة ديال السطور، هاد ثلاثة ديال السطور تندير لهم كوبي كولي، تندير كوبي كولي، ثم من بعد هاد كوبي كولي تندير الكابتشا، تندخل الكابتشا اللي كاين هنا. بون غالبا تيكونوا جوج الكلمات، بون اليوم شفت اللي فيها ثلاثة معليش. ثم انقر على تشيك كابتشا، ثم انقر على بروسيد تو ادفرتايزر ويب سايت، يعني هنا تتم عملية تتبدا المشاهدة ديال هاد الدعاية هادي. هنا مشاهدة الدعاية تتم خلال 30 ثانية، ثم اضغط على confirm. هنا تتم هذه العملية خلال 30 ثانية، ثم اضغط على هاد confirm، ثم close window وأعود إلى الثانية view another ad، يعني مشاهدة دعاية أخرى.
هنا جيت انا وليت ديجا في النافذه ديالي ولا في الموقع ديالي انا في الصحه ديالي. هنا غادي ندير اوردر تايبالو ونشوف لي فالور ديال هاد الدعايات اللي وصلوني. وحده فيها 4 دولار، وحده فيها 0.10، اخرى 0.10، اخرى من هذا الشكل هذا، ثم ساعود لهذا الشكل هذا. وهذا هو اللي مهم في هذا الفيديو هذه. غادي نهضر على جميع لي ديتاي ديال هذا الدرس. بطبيعة الحال غادي نقولوا بانه كيفاش توصلتي بانه توصل عندك هاد الدعايات بقيمة 4 دولارات او لا 100 سنتيم او لا اكثر، لا واكثر عفوا تجي حتى ل 15 بعد المرات. يعني انه لابد من العمل بطبيعة الحال. واذا البناء كله وتيتم عبر نقط البي ار بي. حنا اول ما شفنا دابا شفنا هاد نقط البي ار بي. اذا اول ما تتنقل كتولي عندك 25 زائد 25 اكسترا حتى 200 نقطه. ماذا من مهم تتولي عندك 200 نقطه في الرصيد ديالك؟ الموقع غادي يرسل لك دعايات بقيام ديال بقيام بهذا الشكل هذا، قيام بالدولار. يعني انه تضغط عليها حتى هي وتدوزها بنفس الطريقه وتشكل عندك رصيد من الدولارات، رصيد من الدولارات اللي هو رصيد بطبيعة الحال. تلقى الرصيد ديالك هنا، ها هو الرصيد ديالك هو هذا بالدولار، وتتلقى رصيدك من النقط هو هذا. لما رصيد ديال النقط عندك تيولي عندك هنا هو هذا، هنا تيتشكل عندك رصيد ديال النقط. كيف اذا تمنيت انا هذا الرصيد ووصل لهذا العدد 846883؟ دونك كيفاش؟ بالاعتماد على النقر بطبيعة الحال على البي ار بي ديالي اللي تيرسل لي الموقع، ولكن ايضا اعتمادا على واحد الحاجة اخرى وهي تمرير دعايات على الموقع لمواقع اخرى ديالك. مثلا عندك موقع اخر كتعامل مع مواقع اخرى، فتمكن تشري دعايات عند الموقع هنا باي ادز، وهذا من خلال هاد الدعايات هادو تتشكل عندك واحد الرصيد. لانه اي دعايه ولو دولار واحد، مثلا تعطي دولار واحد، فالموقع تعطيك دولار واحد، غنكتبها هنا دولار واحد، غادي يعطيك الموقع مقابل هذا الدولار 3100 بوند. يعني انه هذا 1 دولار تساوي 1.55 دولار تساوي. يعني من بعد نقر على الدعايات فانت غادي تربح 1.55. تصور لو درتي دعايه ديالك لموقع ديالك خاص بدولار واحد شريتيه من على الموقع، فاشنو اللي غادي اشنو اللي غادي تربح؟ تربح 50 زياره للموقع ديالك، 50 زياره، 50 زائر غادي يدخل الموقع ديالك ويشاهدوا خلال 30 ثانيه لكل مشاهده، ثم ستربح 3100 نقطه. هاد 3100 نقطه هي مقابلها هو 1.55 دولار. يعني انه هنا تنجيو لكل نقطه، اذا هذا ما الكورسبوندونس بين النقط والدولار، فغادي نلقاو بانه غادي نقدروا نديروا ايكال مثلا 1.55 مضروبه فلا 3100. فوالا هنا الكورسبوندونس تلقاوها انه نقطه واحده تساوي 0.005 دولار. فهم دونك انه اي نقطة من هنا فهي 0.005 دولار. يعني انه الموقع ملي تتشري عنده لا بيبليسيتي او 200 نقطة، 200 نقطة اللي تعطينا في البونيس ديال اي نهار، فمئتين نقطة غادي تولي تتسوى
كومبيان تتولي تتسوى إيكال 200 200 مضروبة فاش مضروبة في 0.005 دولار تساوي 0.1 دولار. إذا الموقع تيصيفط لك دائما 0.1 دولار في النهار، وهو تيصيفطها تيرسلها لأي مشارك بطبيعة الحال 200 نقطة. وهاد هاد لي بارتي هادو ضروريين للباقي، ضروريين أنه ينقل عليهم الإنسان بأنهم هما باش هما باش تأكتيفي لاكتيفاسيون ديال لو سيت ديالك، لأنه لو سيت ديالك نسخة أكتيفي كو من بعد ما كتنقل على هادوك لا لا على هادوك لي أد. لأنه هنا تيقول لك هاي أول نقطة اللي كاينة هنا 21 مار دايز يعني أكتيف، الموقع ديالك غادي يبقى أكتيف 21 نهار، يعني أنه تتنقر على هادوك البي أر بي حتى تولي عندك موقع مفعل والصفحة ديالك مفعلة، وباش ما تعطلت عليهم راه هنا تتنقص لك العدد ديال النهارات اللي عندك ديال تفعيل الموقع ديالك. فضروري انه تنقر على هاد الدعايات ديال اللي بيعطي بطبيعة الحال، ومن خلالهم تتربح. اذا تربح كوا 200 نقطة، اشنا هي مقابلها؟ هو 0.1 دولار. فهاد العملية واضحة، ستكون واضحة بانه 1 دولار يساوي مقابله هو 300 نقطة، وكل نقطة مقابلها هو 0.05 0.3 بأصفاء يعني نصف سنتيم. إذا مثلا أنه إلى درنا 10 دولارات، شرينا دعاية ديال 10 دولارات، فرا بيربحوا 331,000 نقطة. والموقع اعتمادا على هاد 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 الدرجة ولا هاد يعني اعتمادا على على الموقع ديالك فهاد 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 يعني ديزون الكلاسمون ديال النقاط، فهو تيعتمد الموقع تيعتمد تماما هاد العملية هادي. اشنا هي؟ وهو تيكلاسي الناس من موقع جروب 1 2 3 اكسيتيرا حتى 13، دابا راه 14 جروب. يعني انه النقط هما 1600، الجروب الاولاني الجروب اللي ما قبل 1600 لا يعتبر، يعني انه بداية من اللي كيولي عند الانسان 1600 حتى 6400 كيتسمى الجروب الاول واحد، ثم الجروب الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، الى ان تيصبح عندك ملايين ديال النقط. هاد الناس من جروب 10 الفقر عندهم ملايين ملايين، 1.5 مليون نقطة. اذا هاد الناس تا هما الناس اللي تيكونوا في القائمة، ديزون الناس اللي بحال الدورة تيكونوا غالبا هما كتار، غالبا كتار 14000 ثم 7000 ثم 1000 ثم 1200 ثم حتى تيصبح واحد ثلاثة الناس اللي كان الجروب الاولاني. ولكن الموقع شنو تيدير؟ الموقع هنا تيعمل تيرسل يعني دعايات صغيرة ذات القيمة الصغيرة تدفع لهاد الناس هادو في البداية، يعني 0.005 دولار، 0.001 دولار، يعني تجي غالبا تكون في هاد في هاد المنطقة هنا. يعني غادي نفسرها اوترومون، يعني تجي اول الناس اللي تيكون عندهم هنا مثلا تجي دعايات اللي من الصنف ديال 0.001 ثم 0.0051 ثم 0.005 مثلا اكسيتا. ملي تيولي الانسان عنده عدد كبير ديال النقاط اشنو تيولي؟ تيولي تيجي 0.1 دولار، تيولي يجي 0.5 دولار، يقدر يجي 1 دولار، ويقدر يجي حتى 3 دولار ولا بحال هكا. ملي تيولي الانسان هنا في هذه المنطقة هذه تيولي يجي مثلا 0.5، يقدر يجي 0.8، 0.1، 2، 5 دولار.
ملي تيولي في هذه المنطقة هذه راه تتولي تجي 5 دولار 10 دولار 15 20 كاع. يعني انه هادو هما الدعايات دابا كيف تيدير بهم موقع، يعني حسب تسلسل ديال هاد النقط وتدرج هاد السلم هذا ديال الجروب هو اللي تعطيك انه تتولي غادي وتتولي عندك واحد الدعايات كبيرة عندها قيمة كبيرة وكذلك كثيرة، يعني انه القيمة حتى ديال الدعايات راه تكون كبيرة، لانه هذا هادو كيف تنشوفوا هاد الناس اللي هنا، هاد الناس اللي هنا راه رابحين تيربحوا يوميا، يعني شفناهم هنا راه تيدوروا حول، خصنا نشوفوا حتى اللي بيعطي هما هادو هنا 20 مليون 20 مليون عند هذا الكندي، هنا 6 مليون 63 مليون 63 مليون باش بغيا زاد هنا 51 مليون هنا 77 مليون هنا 20 مليون وكثر هنا 19 مليون، يعني نجيو 20 مليون تيربح 300 دولار في يومين، دونك 200 دولار في النهار، 200 دولار في النهار، يعني راه ماشي سهلة. 56 هذا ديزون 19 مليون في الكاردوك، هادو هما اللي بيعطي. إذا الموقع يعتمد أساسا على هاد العملية، 1 دولار ديال الدعاية تتساوي تعطيك مقابلها 3100 نقطة، وكل نقطة تتسوى 0.0005 دولار، و قيس على هذا حتى الآخر، يعني أنه تتبقى عملية ديال الأش 800 رصيد بالمشاركة. ممكن ان الانسان يشارك بطبيعة الحال بدون استثمار، ولكن هو اذا استثمر كان احسن، لانه اذا استثمر الانسان يعني 31 الف، هنا 31 الف راه تدوزك لهنا، تكون ديجا بدولار واحد، دولار واحد 10 دولار اسمح لي 10 دولارات مثلا استثمار، غادي تولي تدايز لهاد المنطقة هادي، يعني تتولي تاخد 0.5 0.1 1 دولار يعني تجيك في النهار، وهاد 10 دولار تترد لك، غادي يردها لك الموقع بهاد الشيء، يعني 10 دولار غادي ترجع لك بواحد، كل دولار غادي يرجع لك ب1.55، إذا 10 دولار تصفت لك 10 دولار تولي عندك 15.5 15 دولار ونص، 15 دولار المي، 15 دولار فاليو 5 هي اللي غادي تربح من بعد واحد 2 سمان مثلا، 10 دولار تستثمر فيها اليوم، من بعد 2 سمان لا 3 ديزون 2 سمان غادي تولي عندك 15 دولار، تتعاود تستثمر هاد 15 دولار تشريها حتى هي دعايات، غتولي عندك 25 اكسترا، دونك كاين نشرو كرو معرفش واش عطاتينا شي حاجة، نو عطانا باش هاكو ديزون ندير انا عملية ديال انه استثمرنا 10 دولار، استثمرنا ديال 10 دولار، دونك 10 نديرو هنا ايكال نضربو في 1.5 احنا درنا هنا درنا 10 دولارات عطات 15.5، من بعد 2 سنين اخرى عطاتنا 24، بعد 37، بعد 57، 89، 138، 210، انه ممكن انه بنفس الطريقة دير 100 دولار فتولي واحدة فيه، دونك هنا تنديرو هنا عملية قريبية
انه استغنينا 10 دولارات وشريناها بيبليسيتي في لو سيت، فشنو اللي كيعطينا كارباح؟ فرجعوا العمليات ديال الربح بدون دابا شفنا عمليات الربح بطبيعة الحال، وكيف سنستغل الدعاية لننمي، كيف نستغل الدعاية ونستثمر في الدعاية على الموقع لكي ننمي الرصيد من النقاط، فهو باي ادز. تمشيو باي ادز، وهنا تنديرو كريت كامبين ها هي، يعني خلق واحد سميتها. تمشيو ماذا هنا إذا عندك شي دعاية قديمة تسلكت، إذا ما عندك شرطة شكل دعاية من الرابط الشخصي ديالك، يعني رابط مثلا فدفرس، هنا رابط ممكنش يديرو فدفرس، وكيف تديرو إذا ما عندوش موقع آخر يمكن يدير فدفرس ويدوزو صافي ماشي مشكل، أنه بالنسبة له أنه تيربح النقاط هو المهم. فعندك موقع ديالك راه تديرو، إذا ما عندك شي يمكن تدير فدفرس ماشي مشكل، ف يمكن تإليمينا هاد الصورة إذا ما عندكش، إذا عندك ممكن ديرها، يمكن إليمينا هاد الصورة حتى هي، وهنا تكتب جوج كلمات ولا ثلاثة بيرفيرس باغ إكزومبل وصافي، بيرفيرس هنا ثم بيرفيرس هنا وصافي. يعني ها هو بدفرس، اشنو تندير هنا؟ تنختار البنك الالكتروني كنتعامل معاه، باي بال، بيزا، بيرفكت موني، ايجو باي، سوليتروس باي، بيتكوين، لك عندك بيتكوين تا هما، سينو كاين عملية اخرى باش تشارجي من بالويسترن يونيون، تشارجي الكونت ديالك بالويسترن يونيون، لكن على كل هادو راه كافيين ما فيهم كفاية، باي بال، بيزا، بيرفكت مونيغو، باي، سوليتروس باي، بيتكوين. تنختار مثلا بيزا، فتمشي وتنختار هنا عدد الدولارات اللي بغيت نشري، إلا خديت 10 دولارات مثلا فهي تعطيني 500 جزائر في 30 سكوند، وممكن تربح حتى لبنيات تاهما، ولكن حنا حيدناهم دابا. يعني وهذا هو المهم، 31 ألف نقطة، يعني أنه راه ترجع لك 15.5 دولار. أشنو غادي تخلص هنا؟ غادي تخلص 11.19، لأن عندك 1 دولار بزناف ديال يو لي فيز ديال ديجون لي فري بورشيز. دونك تجي تشري بورشيز أز، تشري والسلام. اذا ملي تشري شنو تيولي عندك؟ تيولي عندك هنا ماي اد كومبينز، تتولي عندك لي، تيولي عندك اللي عندك انت. مثلا انا عندي هنا وحده اكتيف والاخرى اكتيف، هذا 550 دونك ديجون 10 دولار، 11 دولار هنا، هنا 9 دولار، هادو اكتيف، هما اكتيف الاخرين راه تناخذ وحده تتقاضى ودا ناخذ هذاك داكشي تربح منها وتنعاود ندخلو في عملية أخرى. بحال دابا هذا حاليا عندي 6 دولارات، غادي نزيد على هذيك 4 اللي كاينة دابا، ولا نشري تاني 10 أخرى وصافي. يعني أنه إعادة استثمار وإعادة استثمار باش تنمي الرصيد ديالك يوميا، وبهذه العملية تتبقى غادي ويوميا تتنمى عندك العملية. أنه بالفعل هنا شي بديت 50 دولار ثم 200 ثم بديت بدولار واحد 50 دولار واحد، ثم هنا 4 دولارات، ثم هنا 5 دولارات، ثم 5، ثم ربحت هذوك 5 ومشيت 6، ثم هنا 2 دولارات. فهذه العملية إلى واحد النهار كان عندي هنا فينومية دونك سي 20، وكانت فيها شي 40 دولار، يمكن 40 دولار صح. دونك هذه هي العمليه هنا في دنيا اكثر. دونك هنا تتبقى غادي
وداكشي اللي ربحتي تستمروا وتتم عملية الاستثمار وإعادة الاستثمار وتتربح ويوميا تتزاد الرصيد ديالك وتتزاد عندك مدخول في الموقع. فهذا هو الدرس. كاينين عمليات اخرين اللي ضروري نعرفوهم، وهو اولا هضرنا على هذه انه لا بد من نقرا لا نبيع باش يبقى عندك موقعك مفعل. عدد النقط اللي عندكم هادو، الجروب اللي تنتمي ليه في هذيك الصفحه اللي ورينا قبيله، هذه هادشي كله هو ضروري يعرفو الانسان انه هو واحد عدد ديال الاخوان من بعد ما تحقوا ما عرفوش هادشي. دونك حنا كنفسرو هادشي كله هو باش يبقى حتى حاجه ما تبقاش مخبيه. هادو هما لي جروب. اذا 360720 ديجا انا درت لي جروب هذا نورمالمون غادي نكون في جروب 8، ولكن حيت زادو هما ديال جروب راه ولا في جروب 8، وليت في جروب 8. لما الجروب 8 كنشوفو هنا 8 في 360 حتى 420. فهاد لي جروب هما اللي فيهم تتصنف اي واحد بطبيعة الحال، وهذه اللي تعني تقصدوا بهاد الجروب 8 على 14، لانه كانت هذيك فيها 13. هذه 8 على 14، اذا مصنفين يعني مثلا بهاد النقط هادو ديالي مصنف في 8 على 14. نجيو لهذا العمل. هذه عملية مهمة جدا، رد لها البال، لأنه are you eligible to receive recycled ads؟ أشنا تتعني؟ تتعني بأنه تتخلص 0.05 دولار، تتخلص 0.5 دولار، 0.05 دولار، نرجع لهنا، تنخلصوا فيها، هي تكسوا هاد لوبسيون هادي تشريها ب 0.05 دولار. وماذا تربح فيها؟ تتربح فيها 1 دولار. إذا الربح الصافي هو 0.95 دولار. الربح الصافي ديالك أشنو هو؟ هاد 0.95 دولار يمكن تربحها في 3 أيام 4 أيام طرفو وقبل كاع. علاش؟ لأنه تيصيفطو ليك لي ريسيكليد ادز. شنو هما لي ريسيكليد ادز؟ لي ريسيكليد ادز هما لي نرجع ليهم انا لهنا باش نوريك كيفاش داير هاد ريسيكليد ادز. من تجيك اشنايا كيفاش تكون هي هاي ريسيكليد ادز، هي تكون فيها هاد الشارع هادي سيتيون بوبليسيتي كي هادا ريسيكليد، استدير شي واحد اخر ما نقرش عليها في الوقت. وهنا ضروري نعرفوا بانه كل ريسيكل كل بانيير تجيك راه عندها وقت ديالها محدد. هذوك لي بانيير اللي تيجيوك ديالك كلهما تتكون فيهم 18 ساعة بحال هذه، قربت تقضى فقط فيها ساعة و41 دقيقة، هذه باقي فيها 12 ساعة. هادو كاع جاو مرة واحدة 12 ساعة تقريبا، كاع جاو في دقيقة في ساعة واحدة. هذه جات قبل منهم وخليتها اساسا باش نشوفوها. فلذلك انه لي ريسيكل باز اشنو هما؟ هي هادو اللي تيجيوك فيهم هاد الشرا هادي، هما دي ايات اللي ما نقاش عليهم واحد شخص اخر اكس، وبذلك انفو ما تيبقاو ما نقاش عليهم تيعاود يتفرقوا على من، تيتفرقوا على الناس اللي شارين هاد لوبسيون. لا الا شريتي هاد لوبسيون ديال 0.05 دولار تتولي تيصيفط لك الموقع كل مرة شي واحد ما نقرش عليها تيصيفط عليك انت حتى تكون عندك واحد دولار، حتى تكمل عندك واحد دولار. نشوفو هنا في سميتو ديالي، نشوفو هنا في البلاصة فين كنا. فتتكون عندك هنا مثلا البارحة لقيتها هيا باقي فيها 0.99، يعني يلا عطاوني 0.1 دابا 0.1، يعني انه باقيها بحال ديتا هي قبيله. دونك هنا اشنو غادي يبقى؟ غادي تتنقص عندي وحتى تتولي عندك 0.0، يعني انه راك استقبلتي 1 دولار. وبشحال خلصتها في الاول؟ خلصتها ب 0.05 دولار. هذه انصح جميع الاخوان باش يديروها لانها مهمه جدا.
تتعاونك من الاساس دغيا تتربح واحد دولار، دغيا تقدر تربحو في 3 ايام يومين وتدوز وتستثمر مثلا هذاك واحد دولار تشري به لا بيبيسيتي هنا باي اد. يعني راه طريقه سهله جدا. كاينه طريقه اخرى اوبسيون اخرى، ار يو ليجيتيم تو ريسيف راندوم 1% من لي فالو ديال لي ادز ميني، تتسمى ميني اوبغراد. هاد لي ميني اوبغراد اشنا هي؟ تشريها ب 2.99 دولار، تشريها ب 2.99 دولار، يعني 3 دولارات، وتيبقى الموقع كيصيفط ليك مدة 7 ايام دي بيبيسيتي، وهادوك لي بيبيسيتي تيكونو ماركين بواحد في المية، راه مكتوبة فيهم واحد في المية. دونك غادي نرجعو لهادوك باش نوريك هذاك. هي هي هادي 1%، هاد 1% اشنا هي؟ تتعني لي بيبليسيتي 1% من لي بيبليسيتي اللي باع الموقع في النهار تفرقهم على الناس اللي خلصوا هاد الاوبسيون هادي. وغادي تلقاها هاد الاوبسيون هادي، راه تلقاها هنا ماي اكونت. غادي نمشي لماي اكونت غنوريها لك ضرورة باش تعرفها. سوبر يوزر اوبغراد هنا غادي تلقاها، وغادي تلقاهم ها فوالا. هنا تنهضرو على هادي دابا، تنهضرو على 1% ديال 2.9، تتخلص 2.99 دولار، 1588 واحد مخلصين هاد العملية دابا، شارين هاد الاوبسيون هادي، وعندي غلاب من 30.9 إلى 7.10. غادي نبقى نتلقى دي بيبيسيتي كلها ومكتوبة في هاديك 1%، هادي 1% اللي شنو دابا اللي جات هما 37، لا صوم ديالتهم عطاوني 0.67 دولار، وغادي باقي تجي حتى ل 7 أكتوبر، غادي يبقاو يجيو دايما. إذا في آخر المطاف شنو تتلقى راسك؟ تتلقى راسك جمعتي فيها بحال ديك المرة الأخرانية، جمعت فيها 6.95، خلصتها ب 3 دولارات وصدقات فيها 4 ديال الدولار زايدين. 6.95 تقريبا 4 دولار تربحت فيها. تجي هذه ديالك واحد ديالك الاخرى اللي من فوقها تسوى، نشوفوها بون قبلنا، هذه الاخرى الثانيه اوبغراد ميجا، تسمى اوبغراد ميجا، هذه ميجا اوبغراد وهذه ميني اوبغراد. ميجا اوبغراد تشتريها ب 19 دولار، تشتريها ب 19.99، تشتريها ب 20 دولار تتبقى لك عندك اسيدي، تتبقى عندك حتى بعد المرات تربح فيها 30 دولار، تربح فيها 28 26، دولار بقمية فوا ما ربحت فيها بزاف، 21.09 دولار. هاد المرة وصلت 92 قلت 93 دولار، وباقي غادي تمشي حتى لو 7 ديس، حتى لو 7 ديس. علاش؟ انه ما كملاتش في هذاك الوقت ديالها، فهما زادوا الفترة وكملوها حتى زادوا لي اسبوع اخر فيها، وربما غادي تمشي لهذه 30 دولار ولا بحال هكا. تصدق انه خلصت 20 دولار وبوندون اون سيمين تتلقى 20 دولار ديالك جات 10 دولارات تربحتيها فوق 20 دولار، ربحتي 30 دولار ولا كذا، راه كاين تربح حتى 80 دولار فوا هادي. وهذا سي دي بورشاز اللي تي 1% من جميع الدعايات اللي باع الموقع، والقيمة ديالهم تتسوى 50 دولار فما فوق، يعني 1% من المبيعات ديال الموقع اللي هي مبيعات اللي تتسوى 50 دولار فما فوق، هذاك 1% يوميا تفرقها الناس اللي شراو هاد العملية. شكون شحال من واحد شراها؟ شراها 245 واحد في الموقع، يعني 245 مشارك مخلص هاد العملية. دونك هذا من المسائل اللي تخص الانسان يعرفها باش يتعامل مع الموقع بجميع لي ديتاي ديالو، ميبقاش عارف حاجة ما عارفش حاجة أخرى. نمشيو لربما هادشي اللي كاين، هادو هما اللي مهمين، هادو هما المهمين. هادي هي ميجا، هاهي ميجا اللي شفنا دابا ديال 20 دولار، هادي ديال 3 دولارات. بدا الانسان ديجا تيبدا بهادي ديال 0.05 تيربح بها 1 دولار، تيتجمع عندو شي شوية تيقدر يشري هادي ديال 3 دولارات. ملي تولي عندك شوية راه تيولي كاين واحد القضية اللي ضروري تعرفها، وهي الفلتر. هاد الفلتر غادي تجي تشوف هنا
غتلقى بانه 0.1 مينيموم. كيسكو سا ندير الفلتر؟ الفلتر هو هذا، هو راه ديجا درناه. الفلتر ديتبع باش ما يجيوكش، باش ما يبقاوش يجيوك دوك لي بيبليسيتي ديال 0.005. انت تدير فلتر تتخلصو ب 10 دولارات. لا لا اوصي احدا باش يديرها المرة الاول، لان صفرات يعني من نهار ملي تيوليو تيجيوك بزاف ديال الدعاية في النهار، 60 70 80 دعاية، فمن الاحسن انه يكونوا مختصرين شيئا ما، وتيجمع لك القيمة ديالك، فتجي دعاية شوية بلا ما تهضرش، مابقاش تخسر بزاف الوقت. فلذلك انه تشتري هذا الفلتر هذا ب 10 دولارات تخلص مرة واحدة، تخلص مرة واحدة، بينما هاد ميجا وميني راه تخلصو كل مرة بغيتيهم تخلصو على 7 ايام. وتي مي با اوبليجي باش تشريهم، اي واحد ما تيشرط عليك تشريهم هادو، دو اختيارين بطبيعة الحال. تا هادي راه اختيارية، كلشي اختياري، لا الا المقرع لا البي ار بي والدعايات هو اللي كيبقى ضروري الا بغيت تربح الفلوس بطبيعة الحال. دونك هنا انما تا هادو راه سيدي زوكازيون باش تشريهم مرة مرة تربح فيهم 3 دولارات 4 في الاسبوع، ولا كبر ولا كتر 10 مثلا وكثر. دونك هنا هاد العمليات لي فيلتر 10 دولارات ديال الفيلتر، عندي تتشوفو هاد الفيلتر راه تتشوفو وتتشريه، وراه تتأكد على شحال بغيتي. هنا انت تضبط هاد العملية، اتونسيون راه إلا درتي واحد لا فالور اللي ما عجباتكش راه خصك تخلص مرة أخرى باش تبدل هذا الفيلتر، ما تيتبدلش كل وقت ما بغيتيه. تيتخلص تيتبدل في الوقت اللي شريتيه، ولا بغيتي تبدلو خصك تخلص عليه مرة أخرى 10 دولارات. هاك الساعة الفوفا أنا درت 0.01 باغا تبان لي أنا حد الساعة مثل الكام ديال، مي ربما من بعد إلا كثر عندك وكذا شوية راه تولي تيوبليجي تبدلو، ماشي مشكل. تبقى عندك هنا أسافوار تا هو هنا، تبقى عندك الرابط الشخصي ديالك هو هنا، تبقى من ماركتينغ ماتيريالز، تبقى عندك جميع الوسائل باش تقوم بالدعاية ديالك هنا، لي بانيير جميع الأنواع لي بانيير، وهذا هو المهم، هادشي هو المهم. يمكن بون المهم ماي هاد كومباين ترا شفناهم، تولي عندك هنا لي كومباين بيبيزيتار ديالك، باي ادز راه شفناها، هما ملي تبغي تكون واحد الدعاية راه تدير 3 سطور ديالك ودير الرابط الشخصي ديالك نحو الموقع اللي بغيتي تدوز فيه بيبيسيتي وتكفيري فيه، اتونسيون فيريفي هنا لابد توقف 30 ثانية باش تدوز الدعاية وشوفها واش مضبوطة تبان مزيان، ثم تتخلص وتدوز. بيد ادز، بون بيد ادز هما لي بانيير ديالك، يعني هذوك لي بيبيسيتي ديالك اللي تيجيو. كان اختلاف في البيبليسيتي كيفاش شنا هادي ديال 1% فهي ديال هاديك لوكسيون ديال 3 دولار، راه ضربت على هادوك ديال سميتو. كاين لي ريسيكلي هما هادو، دونك هادشي كاع بيد اد. كاش اوت ارنينز هو طرق باش تخرج فلوسك الى بغيتي تخرجها، باي بال، بيزا، بيرفكت موني، ايجو باي، سوليتروس باي، يوستون يونيون، بانك واير، بيتكوين، ام تي في ترانسفير. ام تي في راه هي ما ترافيك فالو. خصنا نعرفوا بانه اي واحد كنتي مشارك في موقع ديال موقع ادفاتس فانت مشارك يعني بالضرورة في ما ترافيك فالو، ماشي بالضرورة ولكن انت مشارك، يعني تتكون مخرطي حتى في ماي ترافيك فالو. يعني الى انت تتسجل دابا حاليا تتسجل في التدرس، ولكن راه ممكن تدخل ماي ترافيك فالو بنفس الاسم ديالك، الاسم المستعمل وبنفس الموت باس ديالك ماي ترافيك فالو. بطبيعة الحال كاين جيمز، وهنا غادي نشوفو ماي ترافيك فالو، انا غادي ندوزها نديرها دابا. كاين جيمز هما اللعب، الالعاب لا اوصي احدا باش يلعب، لانه غالبا الالعاب راه تدارو باش يديو لك لي بي ار بي ديالك لي بوان. دونك هنا مثلا راه اي لعبه هنا راه غادي تلعبها المساء يلعبو كيبلوط يلعبو،
اوكي اللي كيربح هنا مشاو ليه، مشات ليه 5000، هنا مشات ليه 30، هذا اللي هكا هو ربح 500000 5000، يعني انه هذه راه مشات هذه ربحه دونك. وماشي راه كل واحد راه طالله الاسماء هنا بطبيعة الحال الاف ديال الناس كاينين دونك تبقى مثلا عادي لا راه ماشي مشكله باش نبين ندير هكا يوين دونك مشات 25 بوان بونيس. دونك هنا هنا انا مثلا لا لا اوصي احدا باش باشي باش يلعب، ولكن المهم بون انا رديتها مشات ليها 25 رديت 100 دونك انا ربحت انا 5. لا اوصي احدا باش 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 يلعب لانه ممكن يمشي لك النقط ديالك في نهار واحد، دونك لا اوصي احدا تماما باش يلعب. انما جيمس جيمس اللي بغيت ندخل ليها هو هنا، هو جيمس راه كاين واحد القضيه اخرى حتى هي افضع بكثير، وهي بلاي كاش جيمس ات ماي ترافيك فالو، يعني يمكن تلعب هذا اللعب هذو بالفلوس مقابل فلوس. فهنا علاش قلت لك بانه ممكن انه تدخل ما ترافيك فالو بنفس بنفس اللوجين، ندير اللوجين ديالي او غادي ندخل ها هو دواء اسم ديالي في المستعمل لوجين، هذا المدفر ديالي على فد فترة هو هذاك تندير سكسس ها هو غادي ندخل وتمشي ممكن بلاي جيمز هنا مقابل فلوس. جميع الالعاب اللي شفنا به هنا تتلعب بالفلوس، نجيو لهذه القبيله اللي لعبناها كادو، فها هي تتاكد هنا اش من رقم ويدي او تتلعب هنا بالفلوس، ما غاديش نلعب ولكن المهم ها هي 0.25 دولار او تكليك هنا ها هما الناس راه اللي تيلعب مشاو ليه هنا رابح هنا مشاو هنا مشات ليه هنا ربح بزاف. هذا ملتي واحد هو اللي تيلعب اسمه يوزر نيم واحد، يعني انه راه نفس الاسم ديالك نفس الاسم ديالك المستعمل ونفس الباسورد ديالك تتلعب فيه وتدخل به الماي ترافيك فالو. ماي ترافيك فالو هو الموقع ديال جو الاولاني، هذا ما دار مفتوح من 2010، بينما فيدفيرس اللي هو هذا ما تفتح حتى مارس 2014. دونك راه دايرين في هذه العمليه باي 1 دولار اي تو ريسيف 1.55، خسرنا هذه العمليه باش عارفها مزيان، راه كاينه في الدعايه الناس ما تيعرفوهاش شنو هي. دونك ربما كاين قضية أخرى، حنا قلنا جميع لي ديتاي غادي نقولوهم، كاين ماي أكونت، ماي أكونت غادي تشوف ماي أكونت هنا، ماي أكونت راه فيه كلشي، كاش أوت، ريفيرال، ريفيرالز كوميسيون، لي كوميسيون ديال لي ريفيرال ديالك، ممكن تطلع هنا على جيست راه تشوف ماي كذا شوف ريفيرال توب ريفيرنس اكسيتيرا. هو بطبيعة الحال ضروري انه الانسان يفكر يدخل معاه ناس اخرين عرض عليهم بنفس الطريقة يستر لهم، ماشي تبغي بالانس هيستوري، هيا بالانس هيستوري يعني انه راه كل شيء هنا تيبان عندك، كل شيء غادي يبان عندك في البالانس ديالك. باش قلنا بانه راه هذا الموقع راه كل شيء فيه مضبوط تماما، بيبليك بروفيل بيبليك الاد فلتر، هذا هو الفلتر اللي قلنا بانه تزيدو ديال قبيله، شتي هذا الفلتر حتى هنا تزيد الفلتر، هنا تدير الفلتر اللي بغيتي وتتخلص من هنا والسلام. دونك هذا وتتخلص 10 دولار، دونك باش نكونوا واضحين ضروري تخلص 10 دولار باش تبدلو، انت دابا الى بغيت نبدلو خصني نخلص عليه. ماي اكونت توجور فيها بونس اد بوان لوك، جميع لي بوان اللي تتنقصو ضروري تنفسرو بانه اي نقاط جاو عندك راه تتنقصو ليك، اي حاجة توصلتي بها
ثمن هذه 4000، هذه 4 دولارات، هذه 4 دولارات اللي توصلت بها دابا، هذه اللي كتبان لنا حنا دابا في الطابلو ديالي راه هي 8000 نقطة طارت من البونيس ديالي من البيعطي. دونك أي نقاط اللي تتوصل بهم فهما يديرو عندك. هذه 49 دولار، اللي 49 بوان اللي مشات ليا 25 ودخلت 49، هذا هو النقاط اللي لعبت دابا في هذاك البيلوفاس، مشات لي 25 في الاول، وملي لعبت اللعبه الاخرى جات لي 49. دونك راه اي حاجه اي حركه تديرها الا تتسجل، واي دعايه تلقي فيها الا تتنقص لك من النقاط ديالك. دونك ما نكونوش خاصنا نكونوا عارفين بانه اشنو تيدير الموقع، الموقع تيستبدل معاك في الاول تيعطيك نقاط، وملي تيولي تيعطيهم دولارات تيحيد لك النقاط، فهو تيخبط معاك من الاول تيقول لك اودي هذه العمليه غادي تعطيني 1 دولار غادي يرد لك 3100 نقطه، ومن بعد ملي كنولي نعطيك موقع تيعطيك دولارات تينقص لك النقاط بطبيعه الحال حتى تتولي كيك. ملي كتولي تدخل لك عندك 3100 دولار، يعني راه خديتي 1.55 دولار، انت عطيتي دولار هو عطاك 3100 نقطه، ومن بعد كل هذه كل نقطة تتسوى 0.0005 دولار، إذا النهار تتسالي لك 3100 نقطة، يعني أنه راه خليتي بالضبط 1.55 دولار. هذا هو ديال العملية. فلذلك ما تدخل لهنا تدير ماي أكونت سوتو بونوس أد بوينت لوغ لا هيستوري، تتلقى فيها جميع المسائل اللي تقوم بها في النهار كامل، هو من النهار راه دخلت. سيستم ستاتيستيك تتلقى هادو لي ستاتيستيك ديال لي سيت لي خاصين بالعمليات اللي كيقوم بهم لي سيت، داكشي اللي باع في النهار، داكشي اللي فرق، داكشي اللي تنقر عليه، داكشي اللي ما تنقرش عليه، اللي باقي مضغوط، لي بانيير، عدد المشاركين، عدد هنا راه 55000 مشارك، اكتيف اكونت 55000 مشارك بطبيعة الحال، وغادي تلقى اكتيفاسيون 199500 اللي تنقر عليهم اليوم، يعني اند اوف سيرفر داي لاست نايت. دونك هنا البارح، هنا سيسون ستاتيستيك ديال البارح بطبيعة الحال، لانه تعطاو في اخر لحظة ديال النهار. فورم، نمشيو لاخر نقطة وهي الفورم. الفورم هنا راه تدخل الفورم فيو دايلي، تدخل الفورم والفورم تي اسيستك ديريكتومون للماي ترافيك فالو. ماي ترافيك فالو تتلقى فيه وينزداي 1 اكتوبر، ها هي دابا اليوم، تتلقى جميع داكشي اللي تيتعلق باليوم، وتتلقى فيه لائحة، وهذه مهمة جدا تشوفها. فهنا هنا تبان عدد المشاركين لي جروب ديال لي بي ا بي، البورسنتاج في المجموع، لا فالور اون دولار ديالتو، عدد لي بارتيسيبون ديالهم، وعدد ولا ثمن القيمه ديالتو، قيمه الدعايات اللي تتوصل. يعني هنا تقريبا ما تيحسبوش لان تلقى خارج هذيك 200 نقطه عند الجميع. هنا ملي تيولي الانسان من 1612000 القيمه ديالو هو 0.12، يعني ممكن نهار في النهار كامل تربح 0.12 دولار، هي الى اعتمدتي على النقرات العاديه، يعني هنا 0.23 من 12000 الكذا. يعني ملي تجي مثلا عند نجيها لهاد الدرجه ديالي غادي نلقى بانها 4.68 دولار، نورمالمون 4.68 دولار، ملي تتولي عندك شويه 10 فاصله، وخرين 22 دولار، وخرين 47 دولار، حتى 106 دولار، حتى 260 دولار، مور 50 مليون الفوق راه 260 دولار اللي تتولي عنده. هما هذاك الشيء باش شفنا دابا اليوم وهذا الاسبوع هذا، ولاو علاش؟ لان تزاد هذا الجروب هذا ديال 50 مليون وديال 100 مليون، ديال 100 مليون راه باقي زيرو، شتي هادي ديزون بار زيرو هنا، لان باقي ما كاين تحت. دونك هنا
ملي يولي هذا غادي يولي تيربح شي 100 مليون ربما تربح 500 دولار ولا 600 دولار في نقرات ديال الدعاية. اذا هذا هو علاش هنا الناس راه بطبيعة الحال كيدخلوا فورم وممكن يدخل اي واحد ويقول ملاحظات ديالو بطبيعة الحال الا كانوا ملاحظات ما فيه الناس شي هضرة قوية ما خدامش فوالا. دونك رجعوا للعملية فتدرس كما تلاحظوا فكل شيء فيه واضح بالوضوح وبالبريسيزيون وتبقى انه اهم حاجة وهي هنا تبقى لك مومبر ليس دونك العميل مومبر لكمبان كمبان يعني انه حتى لكمبان ببسيطار اللي تديروا الناس ممكن تشوفهم لاست اد بورتيز تشوف الناس اللي شراو دعاية يمكن تشري الدعاية وتقلب على راسك هنا مثلا هاد الشيء راه كاع الناس شراو الدعاية دابا اللي شرا 48 دولار ستانلي هذا 4 دولارات واحد كاع الناس تيشريو 1 دولار كاع المبتدئين بطبيعة الحال تيشري 1 دولار 2 دولار اكسترا دونك هنا راه عدد ديال الناس تيشريو دولار جوج لأنه باش ما تيشري تي بيجست كونتون لا هنا بيجست ديس مونت غنشوفو هادي شحال هذا شاري 7 مليون ذا بيجست يعني انه كبيره الدعايات الكبار هذا شرا 6 مليون و500 هذا شرا 6 مليون شكون هما هذو كانوا بيه ولا الاولاني هذاك اللي الثاني ولا الثالث هاد انفو موديل تاع هو الالماني هاد فرنساوي تاع هو تيشري 4 مليون يعني 3 د بلشور هاد البرازيلي هذا مايك مازون تاع هو راه الثالث ولا الرابع دونك وليد انه راه الناس راه ماشي خدام انت تشريو دعايات بشي حوايج اللي كتصورش انا كثيره بزاف ولكن هما كيعطيو قيمه عطيو قيمه للموقع وخدامين فيه كيربحوا منه فلوس بطبيعه الحال والناس اخرين كذلك توب بريفيرنس توب بيرنرز يمكن تقلب على الاسم ديالك هنا فبطبيعه الحال نمشيو نقلب على الاسم ديالي انا في اخر ما شفتو طبعا ماشي بزاف ولكن المهم كاين شي 14 كيلكو بار هنا عدد ديال الناس جزائريين اخوان زافريكان كاينين العالم كله هو بطبيعة الحال كاين هنا ف 18 سي با او اكزاكتومون يكون في هذا الاتجاه في هذا هاد البلاصة هادي ربما غادي نكون هنا في قطاع سي با اكزاكتومون مي سدوا اتخ كيلكو بار فوالا دونك هذا كيمكن تقلب على اسم ديالك بطبيعة الحال تلقى جميع التفاصيل ديالك وتلقى جميع التفاصيل ديالك راه عندك في التابلو دو بور ديالك دونك سي سيغ لأن التابلو دو بور ديالك راه فيه إذا زايد عقل فوالا دونك هادو هما ما يمكن ان تعرفه وما يجب ان تعرفه حول موقع تدرس وللعمل بطريقة عادية كيف تعمل الناس كاملين هو من الاحسن انه الى عندك 1 دولار 2 دولار 3 10 ولا 50 ممكن تستمرها باش تدوز وطلع في المستوى ديال النقط وتولي يجيك دعايات تربح 20 دولار 30 دولار في النهار 40 دولار بوكو با 50 ولا 100 دولار علاش ما تربحش مثلا بحال هاد الناس بوكو با علاش ما ربحوش بحال هاد الناس لانه اخر المطاف فهم هما استثمروا في ان ما نيش نديرو بعد الصفحه الاولى الصفحه الرابعه مثلا عيد الناس كلهم عندهم 110 دولارات في 48 ساعة 106 104 كلهم ماشي من حومة واحدة ولا من درب واحد ولا كان بلاد واحدة يعني الناس يعملوا وماشي بالضرورة تعتمد على شي واحد تقول بأنهم يكون عندي أصدقاء ها هما كلهم صفر 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 تاخرين 3 دولار عندي شي 4 الناس ولا 3 تابعين لي صافي ماشي بحش بزاف دونك بخلاف هادو ها هو الانجليزي ولا البولوني الاخرين
تعتمد على راسهم كيف شفنا الناس الاولين. فهذا موقع الذي يمكن تعتمد على راسك وتعمل بلا ما تستدعي اي واحد. لا الله انا براسي كنقول بابا علاش كندير هادشي، ولكن جمع بيان يكونوا مغاربه هنا حتى هما، علاش لا يكونوا مغاربه كثار كيف كاين هونغ كونغ كلها هي هنا. هونغ كونغ هي بلاد صغيره وبورتون كاين بولوني كثار، يعني علاش حنا ما نكونوش سيتو؟ وحتى حنا علاش ما نكونوش كاع في الصفحه الاولى؟ بوكو با بوكو با. كاين بعض الفرنسيين بعض الايطاليين بعض السبليون، السبليون كاينين الاسبانيون كاين بزاف تاع المغرب بون كاينين جمال جو كذا. نتوش بان راه كاينين هما الناس اللي افارقة ولا كاربيين هونغ كونغ اكسيتا. دونك انطلاقا من هاد الفكرة علاش لا بد نديرو دعاية جو اخواني علاش ما يربحوش تما فلوس بالطريقة اللي تربحو بها هاد الناس الاخرين. سي بورتون تخي سامبل، c'est pourtant très simple. Il n'y a rien de spécial, vraiment rien de spécial. Voilà, terminer comme يعني التوفيق ان شاء الله والنجاح. شكرا، فإلى اللقاء.